مزدانا بالبهجة والجمال والروعة، ونابضا بالحياة والعطاء والألفة. هكذا بدا شارع السراي ومبنى القشلة بعد إعادة تأهيلهما ضمن حملة تدعو للحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية لبغداد، وليصبح شارع السراي محطة سياحية جاذبة للعائلات العراقية ورواده من مقتني الكتب والسائحين. نشتم تاريخ، نباوع تاريخ، نتصرف احنا ربما بطريقه تاريخيه، ما ادري، ربما نتصور المتنبي راح يفوت من هنا، لانه هذا بالذات كان سوق الوراقين في زمن المتنبي. طبيعي لابد ان نبين انه هاي المنطقه ما احتلت اهميه الا بعد ان تحولت الخلافه من اجتي من سامرة، مره الاخ اجتي الى بغداد، فما راحوا بمكانهم القديم، استقروا يم سيد سلطان علي او بشرع النهر. فبدت هالمنطقه تكون منطقه مهمه ذات تاثير اجتماعي سياسي مهم لتقريبا سوق السراي وسوق القماش اللي بصفه. قبل كان سوق الثلاثاء يمر من الشورجة مباشرة إلى الميدان. لما نحولوا هنا نشوف لا، سوق الثلاثاء انحرف، أو بالأحرى صار اثنين، واحد باتجاه الشورجة مستنصرية وإجل هنا. هاي المنطقة كانت إلى منطقة محجوزة إلى المؤنس المظفر، سوى انقلاب، فبالنتيجة الدولة أخذت القاع مالته وسوت المستنصرية، وصار سوق الوراقين اللي احنا هسه بيه. إضافة إلى ذلك طبيعي أهميته الاجتماعية تلعب دور أساسي. ليش؟ لأنه من راح يصير هذا الطريق ثقافي أيضا تجاري، لازم يؤدي إلى سوق السلطان. سوق السلطان اللي هو بالميدان اللي يلتقون به كل تجار العالم، واللي هو الغاية الرئيسية اللي يجيها جميع التجار من الهند إلى إيران، فكان يمرون من هنا أمم متحدة من كل الأمم. طبيعي وراها اللي صار جوي العثمانيين، وما اكتفوا أنه تكون عندهم القلعة اللي موجودة، فاضطروا بزمان نامق باشا أن يسوون بيت مكان يستقرون به الجنود، اللي صارت القشلة. وتقريبا القشلة تلقاها بكل بلد مستعمر عثماني. هاي القشلة اللي صارت بزمان نامق باشا استمرت، ما تكاملت إلا زمان مدحت باشا، لكن صارت هي مركز المدينة ومركز الاهتمام. أمامها صارت المدرسة الراشدية، وأيضا استعملت كمدرسة عسكرية. أما المبنى الوراية فكان ما يسموه كشك ضابطي، يعني لضباط الضباط الصغار. لاحظ هنا التأثير الألماني. جميع المباني اللي الفترة الأخيرة من الحكم العثماني حتى اللي في إسطنبول أخذت السمة الألمانية، لا بل المصممين كانوا ألمان. وهاي واحدة من هاي المباني اللي استغلت لأول نوبة. الآن بعدين صارت كتاب العدود، صارت متصرفية، وقبلها كانت محل الضباط الصغار بذيك الفترة. إلى جانب هذه البناية أمانة بغداد. أساساً العثمانيين قبل بناء هذه كانوا حتى يأمنون قوت إلى الجنود مالهم، وأهم قوت كان الخبز. فهاي كانت المنطقة اسمها أكمخانة. الأكمخانة يعني محل صناعة الصمون اللي موجودة في مكتبة قريبة عن مكتبة المثنى. كان أيضا اللي هسه الآن اللي صارت بعدين متحف، واللي هسه المتحف البغدادي، كانت أول مطبعة اللي هي مطبعة الزوراء. هاي مطبعة الزوراء بعدين أخذوها سووها متحف الإنجليز، وصار المتحف المشهور بذيك المنطقة. إذا ما استمرينا هنا نشوف
أهمية هذه المنطقة كانت أهمية ثقافية إدارية، ليس فقط لهذه المنطقة بل لربما للعراق كله، لأنه السراي هنا بالعشرين في مكان السراي انبنت مجلس الوزراء، واللي نتمنى أنه يبنوه لأنه لا زال منهار. يعني أنت ما تقدر تحصل سوق السراي بلي السراي، نتمنى إعادة بناءه. واللي كان مجلس الوزراء اللي صارت بالحكومة واللي صارت بكل الدولة أمامه طبيعي مثل ما تعرفون بيت الوالي، بصفه كان مديريات الشرطة، مدير الشرطة العامة، وبصفها مدير الشرطة بغداد، إلى قبالها طبيعي بيت البومبيلي اللي هي كانت أغنى غنية ببغداد، رجينة اللي لما الدولة تفلس هي تعطيها فلوس، هي تساعدها الصورة. فكان هذا البيت يرافقه بيت آخر، يعني الآن تفلش، يعني بيت رجينة ومتكون من اثنين، بيت للخدمة وبيت الأبهة اللي ماخذ طابع الحديث يعني خلينا نقول الثلاثينات، اللي هو بالنص بين القديم وبين الحديث، نسميه البيت الوسيط دائما. أهمية الجامع اللي موجود قدامنا اللي هو جامع الملك غازي لم يكن مجرد جامع أبدا، كان جامع البلد كله، يعني بي تقام الصلاة لرؤساء الدول، من يجي رئيس دولة يجي هنا، أنا الملك يجي يصلي بي، أنا اللي لحقت عليه أنه صلاة الجمعة الرسمية للدولة تنقل من هذا المكان لأهميته العالية. إذا ما استمرينا طبيعي نشوف هاي الساحة اللي موجودة، نشوف وراها الأجزاء، يجينا جديد حسن باشا اللي هو شارع الصحافة، الصحافة كلها به. في الواقع الدولة كلها تحولت هناك، بعد صار مركز العراق مركز الدولة، من مجلس الوزراء إلى وزارة العدلية إلى مديرية الشرطة العامة، تقريبا صار مقر رسمي يحكم العراق، مو بس أي مكان آخر، وكله يحتفي بوجود ساحة وسطية ذات أهمية، يعني البيازة هذه كانت هي ساحة العراق، أهميتها جدا عالية، واللي نتمنى أنه يؤخذ بنظر الاعتبار وتعاد بالقلق اللي كانت به. احنا عندنا في المدن نعتقد انه ليس فقط ان تهتم بالبناية، انما الاهم ان تهتم بمجموعة البنايات ومجموع المسارات اللي موجود بيناتها. فاحنا في حساباتنا نعتقد انه احنا عندنا نقطة نمو قوية في منطقة سوق السراي، تقابلها نقطة نمو قوية في سوق الهرج، بين هاي وهاي راح يكون عمود فقري، فيجب الاهتمام بهذا العمود الفقري حتى يعطينا الفعالية واستمراريتها، حتى يكون كيان متكامل، لأنه احنا ما نريد ننقطع نص الطريق إلى أن نوصل للفلكة ونوقف، لا، نتمنى أن نطور ذاك الجزء ونهتم بذاك الجزء بالمقدار اللي يهتمينا بهذا الجزء أيضا، نظرا لأهميته العالية، لأنه هناك هو شارع الجرائد كلها، هناك جريدة الأهالي، جريدة الأخبار، جريدة الزمان، الدنيا كلها كانت هناك والبريد. فإذا إحنا يهمنا أن تكون اهتمام أعلى بعد في ذيك المنطقة أولا، وأن نعرف أنه هاي المنطقة ما تشتغل تك، لا، تشتغل اثنين، واحدة تكمل الأخرى، ويكون هذا العمود الفقري اللي يربط، واللي كان أساساً هو الطريق مال سوق الثلاثاء اللي يوصل من المستنصرية إلى سوق السلطان سابقاً. هذا التاريخ راح يتحول إلى حدث يومي،
لأنه هسه إحنا أو بالأحرى كل الناس اللي موجودين دي يعيشون التاريخ. يعني من دي يجي للقشلة هو ما دي يتصور رايح المطعم أوروبي، هو دي يعيش التاريخ، دي يشتم التاريخ، دي يبرد، دي يحتر بالتاريخ. فإذا التاريخ أصبح له شعور متكامل، وهذا هو النقطة الأساسية بالتاريخ، التاريخ كحدث. لذلك ندعو أنه عندما اهتموا بهاي الصيانة أن يكونون حريصين على إشغال هذه المباني بفعاليات تاريخية تليق ويا الجهد الكبير اللي قدموه. يعني شنو فايدة أنه باكر عقبه سوى هذا الجهد صار احتلال إلى هاي البيوت من ناس ما يعرفون قيمتها، كل شيء يخرب، كل الجهود تروح. إذا أصبح من الضروري أن نفكر بالتاريخ ليس فقط كمبنى إنما كفعالية، ونعتبر التاريخ أيضا جزء محفز للتنمية المستدامة. ما معناه شنو؟ أنه هذا المكان من أنا احتليته وسويته سويت الشيء اللي أنا أريده، بالنتيجة أنا جلبت سواح. إذن أنا لازم أراقب موضوعة السياحة لهذا البلد، لأنه التاريخ عندي محفز إلى التنمية، أنا دا أستعمل التاريخ كمحفز للتنمية، فلازم أحسن استخدام هذا المكان وأتجنب موضوعة الديد إند، أوصل يم فلكة وأوقف بعد ما أقدر أستمر. الآن المنطقة نستعمل اللي نتمناه أن يكملون فضلهم ويكملون الباقي اللي هو النص الثاني اللي أيضا مو أقل أهمية من هاي، ويطبقون النظريات اللي معتادة في تخطيط المدن اللي اسمها البولر ديفلوبمنت، النمو القطبي. إذن الجهد عظيم، جهد قاموا به شباب رائعين بكل معنى الكلمة، وقدموا ما من العمل لربما ما مقدمين لسنين، لكن هذا الجهد لازم يكمل. السراي لازم ينعاد بناء، شنو قيمة سوق السراي بلاي السراي؟ لازم أيضا العمل أنا استمر بهذا للنهاية إلى جريدة الأهالي إلى القصر العباسي، ما يصير انقطع، لأنه هاي يسموه ديد إند. الديد إند ما تكون فتشي موفق في صيانة الآثار، فلازم نرجع ونراجع الأسس الأساسية في الحفاظ على التراث من الناحية الاستخدام، من ناحية الاستخدام والتنمية المستدامة، ونجعل من هاي المنطقة قيمة إن عالمية، لأنه بدت هاي تأخذ طبيعتها العالمية، ندري أو ما ندري بدأت تستلم مسؤولية عالمية. إذا تسأل اليوم أي واحد يقول لك الطبيعي المتنبي، زين إحنا لازم نبني على هذا الانتصار ونبني على هذا الجمال الهسه الرائع بالليل اللي ما أدري يمكن أي إنسان يتحرك لو مهما يكون جنسيته، والذوق العالي اللي ينفذ. وأتمنى لهم كل التوفيق والتقدم. يضم شارع السراي أبنية ذات قيمة تراثية وتاريخية كبيرة تعود لعهد بغداد العريق، شهدت مراحل عدة من التأهيل منذ أن تعرض للتفجير الكبير عام 2007 الذي أودى بحياة العشرات من رواده، وآخر هذه المراحل هي الحالية
التي أنجز فيها واجهة الأبنية المطلة على المحور بالإضافة إلى أعمال الإنارة، مما يجعل مقتربات شارع المتنبي أكثر جمالاً وأكثر جاذبية للسكان والزوار من داخل العراق وخارجه. المشروع يشمل المنطقة التاريخية لمركز بغداد، كانت الحياة تنتهي بها بحدود 2:00 الظهر، وهي منطقة أسواق وعمل، لكن كونها تحمل قيمة إضافية أيضاً، قيمة جمالية لها بعد ورمزية تاريخية. صار توجه بأمر ديواني من رئاسة الوزراء بإشراف وزارة الثقافة وأمانة بغداد، محافظة بغداد وجهات أخرى مثل الوقفين السني والشيعي، وشكل هذا الأمر الديواني لهذه المبادرة. المبادرة ممولة من صندوق تمكين في رابطة المصارف الخاصة العراقية، وصار التحضير لنطاق العمل اللي شمل ترميم وصيانة واجهات مباني محور السراي اللي ممتد من المتنبي اللي تم به العمل قبل 3 سنوات تقريبا إلى الساحة ما تعرف بساحة السراي. هذه المباني حولتها المبادرة وصار العمل بها اللي استمر بحدود سنة إلى مكان مشاة، مكان ترتاد العوائل، مفتوح لليل بإنارة صممت بطريقة مهنية جدا تراعي كل تفاصيل هاي المباني من الناحية الفنية وتظهر جمالياتها. العمل هذا اللي صار شمل عدة ملاحظات مهمة كان أكو حاجة للاعتناء بها، شمل استعمال المواد المحلية، شمل أيضا جهود محلية من الكوادر والعمال وغيرها، وكان هنا التحدي لأن هي تعود الحقب مختلفة، عمرها بعضها من 200 سنة بعضها إلى 70 سنة، ومكوناتها الإهمال اللي طالها من 2003 يمكن إلى الآن مختلف من ظروف جوية، من سوء استخدام أو عدم الاستخدام أيضا. معوقات العمل كانت نوعا ما قلة الأرشيف، كون هذه المباني وبالخصاص بالضبط اللي هو موضوع الحفاظ على المباني يحتاج إلى تقارير فنية كثيرة، يحتاج إلى مخططات، إلى صور أرشيفية، هاي نوعا ما كانت مفقودة أو قليلة اللي قدرنا نوصل إلها ونستعين بالبحوث السابقة إلها، مكننا من إعادة استنتاج في بعض التفاصيل الفنية بها ككوادر هندسية وكعمل الموضوع. الأمر الثاني كان أن المنطقة مشغولة وبيها فعاليات تجارية بالصباح، حركة بضائع، أكو حركة ناس، أكو أعمال مختلفة تجربيها، فكل الأعمال صارت كانت بهدف أنه تحمل أقل ضرر ممكن لأصحاب المنطقة والمهن المحلية. واحدة من البنايات الملفتة للنظر لأي زائر المنطقة بدون شك هي متصرفية لواء بغداد، طراز بنائها فريد من نوعها، موقعها أيضا بنوع من الفسحة تختلف عن باقي المباني، وهذا المبنى أو بقايا المبنى هي سرق وهدم بعد أحداث 2003 من ضمن موجة سرقة وتخريب مباني ومؤسسات الدولة. اللي بقى من هذا العصر كان مجموعة خرائب صارت مكب نفايات، وجرت عدة محاولات بالسابق لإعادة تأهيلها، تأهيلها كمبنى لكن تهيئة أرضية لها للفعاليات، لكن ما استمرت هاي العمليات وافتقدت الإدامة، وبالتالي وصلت إلى نوع من الحالة الحرجة، وكان على وشك أنه نفقد أجزاء منها أو عناصرها أو فعل أعمال الإهمال المستمرة. اللي صار بأعمال نبض بغداد اللي هي حافظنا على هاي جدران المبنى الباقية، المبنى من الداخل خالي تماما، الجدران الخارجية اللي هي تمثل حقبته اللي هو قد تعود إلى الثلاثينات أسندت كلها بشكل متقن، المبنى الآن قائم بشكل مستقر. طريقة الأسناد أيضا هي مرئية للي يزور المنطقة، راح يقدر الشخص يشوف أكو نوع طابوق القديم اللي هو لونه أحمر الأصلي بيها، وأكو طابوق آخر أصفر اللي تم إسناد به بعض الأجزاء. طبعا هاي بمجالات الحفاظ إشارات مهمة أنه هنا جرت أعمال تدخل في هاي الفترة الفلانية، وهنا هو هاي أجزاء صيلة من تاريخ المبنى.
واجهة هاي المبنى مبنى متصرفية لواء بغداد بحد ذاتها هي قصة مختلفة. الواجهة كانت متآكلة في بعض الأماكن، أعمال حرق جرت حول المبنى كونه مكب نفايات أو كونه مهمل، والأحداث اللي صارت معالجتنا لها كانت معالجة خاصة جدا، حافظنا على الأجزاء، حافظنا حتى على أماكن الحرق بها ولون هذا السخام أو الرماد الموجود به كونه يمثل مرحلة انتقالية. احنا بالتالي مرحلة 2003 نعم هي مرحلة صار لها 21 سنة فقط، لكن التحولات المهمة بالبلدان والتاريخ حتى لو كانت مدة قصيرة، لكن احنا نعرف هذا راح يكون له أثر للمستقبل البعيد. لذلك هاي اللحظة كانت لحظة أرشف أنه مرحلة انتقالية في تاريخ البلد ونشوف أثرها ممكن على هاي البناية. العنصر الآخر اللي كان متضرر من هذه الواجهة هي النوافذ بها. المبنى بيه بحدود 12 نافذة، خمسة منها متضرر بشكل كبير، بعضها نصف نوافذ كانت موجودة، الخشب محترق والحديد أيضا يعني متضرر. اللي صار أنه إحنا ما استبدلنا هاي الأجزاء كلها، حافظنا عليها ومثل ما نقول طعمناها أو كملنا الشكل، رممنا الشكل فنيا بنفس المواد. المبنى الآخر اللي ممكن كان مفاجأة للي كل يعرفون المنطقة ويزوروها على مدى سنين هو مبنى شرطة بغداد القديمة واللي ملاصق إلى سجن السراي. تاريخ البناء متداخل من 1880 وصلنا إلى الثلاثينات وما بعدها. هاي المبنى كان لسبب ما مغطى بالبلاستر أو مثل ما نقول ملبوخ ومنثور في بعض الأماكن، وكان يعني خالي من النقشات، جرت عليه تدخلات عنيفة، أشكال نوافذ مغيرة مربعة مستطيلة، واللي هي أي شخص متابع للتاريخ أو تاريخ المعماري للمباني يعرف أنه هاي الأشكال أجدد من تاريخ هذا المبنى. دراسة الأرشيف، دراسة حالة المبنى وبعض الزوايا، عرفنا الشكل الأصلي للمبنى، الشكل الأصلي لهاي النوافذ، نقشاتها، الأركان الموجودة بهاي النوافذ، وتم العمل بإزالة هاي طبقات البلاستر المستحدثة بي اللي واكتشفنا خلفها وجود نقشات مهمة، أعمال طابوقية معمولة مثل ما نقول منجور بشكل مميز، ورجع الشكل النوافذ الأصلية اللي هي مستطيلة عمودية، والآن يطلع على الساحة اللي هي الساحة المهمة، ساحة السراي، وواجهته واضحة بنظافتها بصفارها بالطابوق الفرشي المحلي اللي هو معروف اللي هو مستخدم في ذيش الفترة التاريخية. الجزء الآخر المهم اللي شملت أعمال الصيانة والترميم اللي هو بوابة السراي. هاي البوابة كانت جزء من السراي القديم العثماني، لكن بالحقيقة تاريخها يعود شوي أقدم إلى القرن السابع عشر من فترات أخرى. الهيئة اللي وصلت إلها الأخيرة من سنة 1907. المنطقة حول البوابة بالسنوات الأخيرة كانت مهملة، الحشائش ميتة، الأشجار، كان أكو جدار سور عالي، الأسباب أمنية يمكن وضعت تحجب منظر هذه البوابة وجماليتها، الأقواس الداخلية، الممر المعمد اللي بجوارها اللي يمثل وزارة الداخلية من العهد الملكي. الأعمال صارت بهاي البوابة اللي هي من 1907، لكنها نفذت وقتها بشكل طراز مشابه للطراز العباسي، لأنه المنطقة هذه يعني تقع بين المدرسة المستنصرية والقصر العباسي. البوابة من الداخل بها نقشات، بها أعمال، بها مقرنص، بها نقشات ثمانية وغيرها من المعروف من الزخارف الإسلامية. الحديث عن جعل المدن صديقة للإنسان إحدى اللمسات اللي كانت موجودة بالمشروع، من ضمنها وضع الأرصفة بمستوى منخفض قدر الإمكان مع الشارع حتى تكون سهلة الحركة والتنقل به. نعرف إحنا مراكز المدن التاريخية دائما هي مناطق مشاة، مناطق تفاعل البشر وحديث وطلع وتحرك وتفاعل بين هذه الأماكن، فخليناها تكون صديقة للبشر والمشاة والساكنين والزوار قدر الإمكان، سواء بإنارتها سواء بالحركة بالشارع
ونأمل أن يكون هذا كان يعني محفز محرك للمنطقة، للوعي بهاي بأهميتها، للسلوك بهاي المناطق، وأيضا للعناية ببقية التحف اللي عندنا موجودة ومحملة.